بعتب عليك برضو بقى نقول شوية عيوب. انت بتظهر بوهج رهيب يا احمد في ادوار كتير، وبعدين تكسل شويتين تلاتة فترجع تاني فتشدنا تاني. يعني ارجو بعد الاختيار لا يبقى في شوية اجتهاد بقى وشوية معافرة ومضحرة، لانك تستاهل. انت مكانتك محفوظة وعظيمة، بس تستاهل في المكان. لا تستاهل تبقى نمرة واحد. طيب يعني بجد والله انا بشكرك بدايه على قلبك الجميل وروحك الحلوه. والله ما بجاملك كمان مره. انا عارف انا واثق من قلبك، ويعني دي حاجه انت مشهوره بيها، قلبك الجميل الطيب، وانا عارف انه من قلبك، عشان كده انا عينيا حتى كمان يعني يا حبيبي. فمش عارف اقول لك ايه. اشكرك. إيه اشكرك العظمة. اشكرك جدا. لا يا حبيبي تشكرنيش، انا ما ما انا كممثله اصلي، ما انا بقعد اذاكر زمايلي. يعني انا بقعد اتفرج على زمايلي وانا بذاكر، فاقول يخرب بيت جمالك يا عم. انا لا عارف مين كمان من الممثلات مثلا، يعني الممثلات اللي بتنسيني هي مين مثلا؟ روبي لما عملت دور في سجن النساء. الممثل اللي خليني لا ده زميلك، ده مش الشخصيه، ده مش احمد جاد. انت في الاختيار الحمد لله. انت ايه ده يا اخي؟ اشكرك جدا. على فكره اللي يمكن مش متابعك قوي، اقسم بالله صدقنا ان انت الحمد ضابط. لله الحمد لله. يعني لا 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 ده ظابط وهم جاي. لا هو مع الاعلاميه الجميله آية عبد الرحمن يعني قالت حاجه قريبه من كده، فانا ضحكت وقلت لها ما انا ظابط بالهزار. ففي بعض المواقع خدتها وقالت ان احمد رفعت اصلا ظابط، بس ده مش حقيقي طبعا. انا اتشرف ان انا اكون ظابط، وفعلا يعني من الوظائف اللي اي حد يحب جدا ويامل. يعني يكفي ان انت ظابط، يعني خصوصا لو على الجبهه او في اي مواجهه، فهو بيحمي بلده وبيحمي ناسه. دي حاجه يعني حتى في الدين يعني، فدي حاجة تشرف أي حد يعني. طيب خلينا يعني نروح بقى من الأول. أنت يا أحمد ليه بعد ما بتعمل أدوار عظيمة، أنت عارف أنت لما عملت رشدي أباظة، شخصية رشدي أباظة، ناس برضو قالوا لا أصل ده ابنه أساسا. يا جماعة هو مش ابنه، هو أستاذ رشدي الله يرحمه عنده بنت، خلف بنوته بس. بس ما عندوش لا 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 ده ابنه، ده أصل مش هيجي يعني، ده هو الحمد لله. وأكتر من كده وأدوار تانية. أنت ليه يعني بتعمل ادوار قويه جدا وبعدين ايه تروح مريح شويتين كده؟ يعني بصي على ثقتك الملهمه اللي انت بتتكلمي بيها، فبرضه هكون بنفس الصراحه اقول لك، انت عارفه ان احنا عندنا الموضوع مش بايدك. يعني احنا عندنا الوسط شويه، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه دايما. ان احنا عايزين وسط فني، يعني نمره واحد المعيار الاول فيه الموهبه. فلو في ناس بتثبت دايما ان هم عندهم هذه الموهبه يبقى هي نمره واحد. لكن انت عارفه يعني هذا ليس لوم، يعني احنا طول ما احنا عايشين طول ما احنا عندنا امل في الافضل. ايوه. فمش لوم اكتر ما هو ان انت بتتكلمي على معطيات الظروف بتاعه الوسط بتاعك. ايوه. فهو ده اللي بيخلي دايما المواضيع عشان تاخد خطواتك سليمه، يبقى لازم يكون عندك شله، لازم يكون عندك زي ما بيقولوا ناس انت طول الوقت سهران مثلا معاهم، او يعني بشكل من الاشكال انت موجود في حته بعيد شويه. مش عايزه يعني لا ارفض ولا اتفق، لان بعض كلامك فيه بعض صح طبعا جدا. بس طب انا اقول لك، ملتك وهما بيختاروك لاحمد جاد في الاختيار. ما هو انا بتكلم برد على ايه؟ حته ان الستبس تبقى ماشيه بالشكل الطبيعي. اللي هو ان خطوه تسلم خطوه. بالظبط، اللي هو ما نبقاش مستنيين تيجي حاجه بالصدفه. مش بنى على حاجه، يعني زي ما اتكلمنا على رشدي اباظه مثلا. بعد رشدي اباظه حصل زي ما يكون لعنه رشدي اباظه. شوفي كم الرواج وكم القبول اللي كان فيه. حصل نفس الموضوع. يمكن انا اتكلمت في برنامج قبل كده ان العظيم محمود المليجي بعد فيلم الارض اعتقد ان كل ده حقه طبعا، وهذا محمود المليجي قبل الارض وبعد الارض طبعا. فلما عمل الارض ويوسف شاهين الراحل الكبير العظيم يوسف شاهين طلع منه هذه الملحمه في الارض، فقال كل دي قالها نور الشريف راحلنا برضو الرمز الكبير. لما قال دخلت استوديو فلقيته ان هو قالع وجسمه باين، فصعب عليا جدا. فلما كلمته قال انا بعد الارض اعتقدت ان كل الافلام هتجيلي. أيوه. وهيتعرض عليا كل حاجه، فما جاش حاجه. فانا بعمل الدور ده واي حاجه هتنطلب مني هعملها. ايوه. فيمكن فالمهم يعني ان انا بعد رشدي ما بيحصلش الاستمراريه اللي احنا بنقول عليها. ليه؟ لان انا ليا فني بس. أيوه. ما هي المشكله في ايه كمان؟ ان انا محترم مع الكبير والصغير، علاقتي طيبه جدا مع كل الناس، الحمد لله، ودود يعني جدا مع كل الناس. لك
الحمد لله انسانيا لله. انت على نفس القدر من الوهج الموهبه، انت عندك وهج انساني عمري ما كان ليك في لا بتتقلط على حد ولا بتتقنعر ولا حاسس بنفسك، انت بمنتهى البساطه مع كل زمايلك الصغير والكبير. احنا صديقتي احنا بنشتغل عشان نوصل للناس. أيه. يعني احنا انا وانت وكل الناس، اي حد متصالح مع نفسه، انا بشتغل عشان اوصل للناس دي، فلازم اتواصل معاها بكل تواضع بكل حب. ايوه تمام. ايوه فنرجع بقى لموضوعنا، فالمشكله يعني مش مشكله، انا بقول دايما ان في امل ودايما ان الدنيا بتتظبط بدليل ان ربنا، وفي الاخر ربنا بيصلح الحال يعني. صح صح. طيب الاختيار، انت كنت اروع ما يمكن، وكانت حاله الشخصيه متلبساك لدرجه ان انا كنت بفكر نفسي لا ده زميلي ده ممثل ده مش هو مش احمد. خافي على نفسك بعد البرنامج ده عشان يعني مش ليه؟ عارف ممكن اقبض عليك. ليه؟ والله العظيم خبطني يعني انا جاي كده. الحاله دي الحقيقه مش انت بس، يعني الاختيار كانت طبعًا ملحمه كبيره طبعًا. ويا سعد ويا هناء اللي مسك في الفرصه زي ما انت عملت كده، واسم الله عليك يعني الحمد يعني لله. لو انا منتج اقسم بالله الحمد لله انا يعني سكولي. استغلك سكولي. يعني اخدك لا الراجل ده يتخطف، لان اسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله، يعني انت من الوسامه عندك من هالقدر العظيم كممثل عندك يعني الكتير سنك الحمد لله. يعني الحمد لله. طب يعني مش عايزه انط بس جود جود بعد يعني الاختيار ايه؟ طيب الحمد لله، يعني انا اللي عايز اقوله ان دايما لازم